انا بعتذر يا سيدي. بتعتذر على ايه؟ هو ما كانش عليه قوي كده. لا انا بعتذر يا فندم، انا اللي بعتذر ان انا سمعت حضرتك يا سيدي. انا اسمي بعتذر. نتحدث اليكم من قطعه غاليه من ارض مصر، نتحدث اليكم من العاصمه الاداريه، نتحدث إليكم من هذه القطعة الغالية، أحد رموز الجمهورية الجديدة التي أذهلتنا. لا يا راجل. نتحدث إليكم. أنت إيه حكايتك؟ إيه حكايتك؟ قول لي إيه حكايتك؟ هذه الجمهورية الجديدة فيها علم مساحته 60 متر في 40. أوبا، ما حصلش حاجة برضو؟ هذا العلم فوق السارية اللي طولها 201 متر. صح ولا نايم يا رجالة؟ صحي. حلم ده ولا علم؟ حلم. قاعة رئاسة مجلس الوزراء الجديدة في العاصمة الإدارية الجديدة. حضرتك كمان بتبقى بتبرز قضية، وبتبقى من وراها بتبرز قضية تانية أعمق. حضرتك عندك ما ورائيات تحفة. قلت لي إن الشاشة دي من أحدث. هي شاشة واحدة بس منها راكبة في دبي، ودي يا فندم الشاشة التانية. الله، أنت بترمي فلوس يا معلم سلطان. أول مفاجأة هقولها للأستاذ مفيد ولسعادتك والأستاذ تامر. أنا بكلم إخواتي طبعًا. البحيرة دي بترمز لاسم مصر، يعني هي مكتوبة مصر. فعلا؟ فعلا. ادي الميم والصاد والره. تصدق؟ يا لا راح اتكلم. سعادتك بتكلمني؟ انها تمشي بالشكل ده. اول البحار عندنا يا استاذ مفيد 4 ملاعب كرة طايرة شاطئية. شاطئية؟ مش موجودة في أي نادي بقى. رملية طبعا. رملية. وبالمناسبة الرملة بتاعتها هي رملة بحر. أنا انبهرت. الصالة دي سيادتك الأرضية بتاعتها بتتغير. دي من المفاجآت الموجودة. مليانة انبهارات ومفاجآت. أقول لسيادتك بقى بالمفاجآت الموجودة عندنا هنا يا فندم. ناخد الانبهار التاني؟ إن احنا هنا جالنا فندم الاتحاد الدولي للباسكت بول. بسم الله ما شاء الله، رائعة ومبهرة فعلا. الشاشة دي فيها ميزة حلوة جدا. احنا ما بنطلعش نعملها صيانة، هي اللي بتنزل لنا. احنا مش هنروح لكأس العالم. احنا كأس العالم هو اللي هيجينا وفي تاكسي. إيه رأيك إننا لو حبيت تتفرج على المباراة هقعد على كرسي ملون من هذه الكراسي الملونة؟ انتوا قاعد تشربين خمرة ولا ايه؟ شيء حضاري جدا، ازرق واحمر واخضر. حضاري يعني جدا. شيء مريح. اول تالت رابع مرشدين. طب انا اقول لسيادتك على مفاجأة. الصالة دي يا فندم مجهزة بكاميرات الفار. يا سلام. الله الله، الحقيقة انا خرست. عندنا 4 غرف لاعبين. طب هتقول لي حضرتك ليه 4 غرف لعيبه؟ انا فعلا كنت لسه هسالك نفس السؤال. عشان فرقتين بيلعبوا في ارض الملعب، وفرقتين بيجهزوا للماتش اللي بعده. وانا تلميذ انا بحس بسهوله. نردد سويا تامر امين وانا الهتاف. هو حد يعرفك اساسا ولا حد بيتفرج على البرنامج الملاهي؟ تحيا مصر. تحيا مصر. افوش قوي يلا عشان الوقت. بس 5 بالحب. الممثل يعمل اي حيوان.